أنا دكتور نبيل النجار، استشاري سكر الغدد الصماء، زميل الكلية الأمريكية للغدد الصماء. بحب أوجه كلامي النهارده للناس كلها اللي بيعتقدوا إنه الإكسرسايز اللي هو الرياضة اليومية أو المنتظمة ملهاش دور كبير قوي في أمراض كتير، يعني يا دوبك هي بتحسن اللياقة، بتقلل شوية الوزن، ممكن تحسن السكر شوية. إنما الحقيقة الأبحاث الجديدة أثبتت إنه العضلات عندما تنقبض بتطلع مواد بتأثر على كل الجسم، مش بس الحاجات اللي أنا ذكرتها، بتأثر على الذكاء، بتأثر على الفهم، بتأثر على الاستيعاب، بتأثر على القضاء على السرطان في بعض زي سرطان القولون مثلا. الرياضة لها تأثير قوي على القضاء على سرطانات معينة، الرياضة لها تأثير واضح وشديد القوة مع خلايا البنكرياس، إنها بتحافظ عليها من إنها تتداعى وتنهار ويحصل مرض السكر. لها علاقة كثيرة جدا بالخلايا الدهنية، بحيث إنها تحولها إلى خلايا بتحرق الطاقة أكثر من الخلايا اللي هي البيضاء عن الخلايا البنية. الحقيقة الاكسرسايز ما بقاش فقط طرف او يعني حاجة ناخدها فوق البيعة زي ما بيقولوا، انما هي اساسية للمقاية من معظم الامراض، الى جانب انها مهمة جدا في علاج بعض الامراض. ولذلك انا اتوجه للجميع ان الرياضة اساس الوقاية من كل هذه الامراض، الى جانب انها علاج. لابد ان احنا تبقى الرياضة شيء اساسي في حياتنا اليومية وشيء مهم وضروري، ما هياش طرف أو حاجة زيادة. شكرا جزيلا لكم.